فحتى لو ما فيش مكان في النادي الاهلي يعني يبقى فيه مكان في المنتخب. يعني مش لازم انا اكلم مهندس هاني ابو ريده اقول له انا عايز ابقى موجود في المنتخب. ما هو المهندس هاني ابو ريده ال 20 سنه اللي فاتت دول هو الحاكم الناهي الامر يعني في الاتحاد الكوره. يعني هو اللي بيشكل اجهزه المنتخبات ولا طبعاً بيعمل كل الكلام طبعا. شوف اولا المهندس هاني انا يعني يعتبر من الجيل اللي هو يعني صنعه اللي هو الجيل بتاعنا احنا المنتخب الاولمبي اللي كان موجود فيه حازم امام وعبد الستار صبري ومدحت عبد الهادي ومعتمد جمال واحمد فاروق واسماء كتيره مش عايز انسى حد يعني. فالمهندس هاني كان مشرف عام على المنتخب بتاعنا ففضل معانا يبقى حوالي 4 سنين أو 5 سنين مع رود كرور الهولندي كان مدرب. انا فاكر طبعا وصلنا ساعتها وصلت نيجيريا في اتلانتا 96 بفرق هدف كنا هنا المفروض نلعب اولمبياد خدنا كاس الامم الافريقيه ساعتها في مع 95 في زيمبابوي مع المنتخب الاولمبي وهو يعني كان مساند قوي لهذا الجيل الذي دوره الالعاب الافريقيه الالعاب الافريقيه هو كان مساند قوي جدا لهذا الجيل وهو ساند يعني من جيلنا ساند ناس كتير جدا يعني خلى يعني جيلكم ده برضه هو اللي بدا صناعه اسم هاني ابو ريده. طبعا طبعا هاني ابو ريده اول ما مسك في المنتخبات كاشراف على المنتخبات كان منتخبنا احنا وحققت نتائج وحققنا نتائج وكان هو مميز وكان هو كمان سبورت قوي جدا لينا فبالتالي هو ساعد الجيل بشكل قوي جدا جيلي انا يعني ساعد احمد فاروق ساعد احمد حسن ساعد عبد الستار صبري ساعد معتمد جمال ساعد بعض وحازم امام وحازم والمجموعه كلها يعني بشكل قوي جدا. ممكن انا عشان كان يعني ساعات كده بيبقى ليا اراء صادمه فبتبعدني